هقول لك فكرة مجنونة، لو انت ما ذاكرتش جرامر خالص ممكن تجيب درجة كويسة جدا جدا جدا، 20 درجة، نص الامتحان ترجمة وقطعتين اللي انت تحل سكيلز كتير. النظام القديم انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم طلاب الثانوية العامة، يا رب تكونوا بخير ويا رب تحققوا كل اللي نفسكم فيه. من خلال اطلاعي على امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد لقيت ان زي ما احنا عارفين 40 سؤال كله اختياري. حاولت كده يعني الخص الامتحان او اللي هو تفحص الامتحان واشوف ايه الاسئله اللي بتيجي او يعني ايه الحاجات اللي بيركزوا عليها. لقيت طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان 16 اختياري على الكلمات والجرامر، تقريبا 7 على الجرامر و8 على الكلمات، او 8 على الجرامر و8 على الكلمات، تمام. وعندك 16 تانيين على القطع، بيجي لك قطعتين، كل قطعه فيهم 8 اسئله اختياري، بعد كده 32. وعندنا الترجمة بيجي لك 2 انجليزي و2 عربي، تمام؟ هذا كده 4. وعندك بيجي لك 4 في الرايتنج وبانكتويشن اللي هي علامات الترقيم، تمام؟ نلاحظ كده ان الترجمة والرايتنج عليهم 8، والباسجز اللي هي القطع عليهم 16، 8 و16 24، والكلمات بيبقى عليها 8. لو هنفترض ان الاختيار اللي بيجي لك 8 جرامر و8 كلمات يبقى 8، 8 و24 عندك كام؟ 32 جملة، 32 سؤال على الكلمات وعلى القطع وعلى الترجمة وعلى البانكتويشن والرايتنج. عندنا 8 جمل بس تقريبا على الجرامر، 8 جمل فقط على الجرامر. ده يوحيلك بإيه؟ ده يوصل لك رسالة إيه؟ ان معظم تركيزك يكون على الكلمات والفروق بين الكلمات وتجميع اكبر كم من الكلمات وحل اكبر كم من الاسئلة على الكلمات وقراءة وحل اكبر كم من القطع وقطع الترجمة والبانكتويشن والرايتنج، تمام. الجرامر واخد جزء كبير جدا من المنهج، وفي فروقات كتيرة جدا وملاحظات كتيرة جدا جدا ومعلومات قد كده، معلومات قد كده في الدرس الواحد في الجرامر، وعليه بس 8 درجات. هقولك فكرة مجنونة، لو انت ما ذاكرتش جرامر خالص، لو انت ما ذاكرتش جرامر خالص وركزت على الكلمات والقطع والترجمة والرايتنج ممكن تجيب درجة كويسة جدا جدا جدا. مش بقول ان انت تسيب الجرامر، انا بس بفكر معاك، تمام. 32 درجة على الكلمات، ما هي القطعة كلمات، الترجمة كلمات، الرايتنج معظمه كلمات، والرايتنج محدود، الرايتنج محدود، معلومات اللي فيه محدودة سواء عن عمل الترقيم او المعلومات عن الاساي اللي هي المقال وعن البراجرافز اللي هي الفقرات، معلومات محدودة ممكن تتلم اقصد يعني، تمام. ما بقولش ان انت تسيب الجرامر، ولكن تركيزك كله على الكلمات، يكون تركيزك كله على الكلمات وقراءة الفقرات وحل فقرات وحل ترجمة وتحصيل كلمات كتير، تحصيل كلمات كتير ومراجعة كلمات على طول، كل يوم على طول تراجع صفحتين ثلاثة، تراجع من اللي فات، تحل امتحانات، تحل اختياري كتير على الكلمات. ما تشغلش بالك بالجرامر قوي. مش عايز اقولك انك لو سبت الجرامر خالص ما ذاكرتوش هتجيب درجة كويسة، انا بقولك لو سبت الجرامر خالص ما ذاكرتوش هتجيب درجة كويسة. طبعا مش بقول لك تعمل كده، ولكن دي كانت فكره مجنونه جات لي وقلت اقولها لكم. ما بشجعش على كده اكيد، ولكن معظم تركيزك يبقى على الكلمات، معظم تركيزك على الكلمات، وما تخافش كتير قوي من الجرامر، ما تخافش كتير قوي من الجرامر. واحد يقول لي طب هو انا ضامن ال 32 درجه بتوع الكلمات والترجمه والحاجات دي؟ ما انتش ضامنهم، ولكن يستحقوا الاهتمام اكتر، يستحقوا الاهتمام اكتر من الجرامر، تمام. فانت وانت بتذاكر حط في اعتبارك ان الجرامر عليه 8 اسئله فقط، والقطع اللي احنا بنسيبها ولما كل ما اجي اقول لطالب تعال نحل قطعه يقول لي مش عارف ايه، اعرف اللي عليها 16 درجه، 16 درجه يعني تقريبا اكتر من تلت الامتحان، اكتر من تلت الامتحان على الباسجز بس، تمام. وطبعا الترجمة عليه كمان 4 درجات، قال عندك 20 درجة، نص الامتحان ترجمة وقطعتين، تمام. فانت تركز جدا جدا على حفظ الكلمات والتعبيرات والاختلاف بين الكلمات، وده ان شاء الله اللي هركز معاكم فيها في الفيديوهات اللي هعملها لكم ان شاء الله.
حل كتير على الكلمات، حل ترجمة كتير، حل رايتنج كتير، حل بانكتويشن كتير، حل على فروقات في الكلمات وتوضيح الفروقات وحاجات كتير جدا. وبرضه هشرح الجرامر، بس تركيزي مش هيكون كتير على الجرامر وإن كان مهم، ولكن الأهم اللي انت تحل سكيلز كتير، اللي انت تحل سكيلز كتير. النظام القديم انتهى، النظام القديم انتهى. لازم تكون عندك سكيلز، عندك مهارات ازاي تتعامل مع ورقة الامتحان بذكاء، مش حفظ ودش، مش حفظ ودش. اتمنى تكون الرسالة وصلت، وشكرا ليكم. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة واعجاب عشان ينزل فيديوهات تانية ان شاء الله توصلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب تحققوا كل اللي بتتمنوه، وتسعدوا نفسكم وتسعدوا اهليكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات مستر عمرو معاكم، السلام عليكم.